يطلع. نقل نفسه كويس بقوا اتنين على واحد. بيدرو ممكن يعمل بالعرض، عملها. اوهو يا ولد يا ولد، من كازورلا الى بغداد مع خالص تحياتي في الوقت المناسب حسب الميعاد. حسب الميعاد يا حبيبي، حسب الميعاد. مستنيها مديها ميعاد، وهو وفي وفي بالميعاد وبالتوقيت وفي المكان وبعظمة على عظمة على عظمة. يسجل بغداد بنجاح تاسع أهدافه هذا الموسم بعد لعبة بالمزورة بالمزورة. أحلى كرة يقدمها كازورلا، وبغداد بنجاح بدون تسلل وحسب الميعاد يسجل أول أهداف الزعيم. الله الله الله، ما بيل بأربع بطولات لكأس الأمير. أدي الانطلاق على طول ناحية اليمين، بيدرو لمسة واحدة يعمل بقى. أوهو يا ولد يا ولد، الله الله يا كازورلا، الله كازورلا يسجل، كازورلا يساعد على التسجيل، كازورلا مشتعل، كازورلا يساعد على الاشتعال. برافو بيدرو، برافو كازيرلو، كازورلا تكتيك على أعلى مستوى. فض مساحة ناحية اليمين، انطلق الظهير الجناح بيدرو، فض مساحة خارج منطقة الجزاء، جالها كازورلا حسب الميعاد يقابلها ويسجل تاني أهداف الزعيم. الله 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 الله، يا سلام يا أكرم، يا سلام يا أكرم يا عفيف على الرؤية الجميلة. بيدرو بص وعمل، يا سلام يا سلام يا سلام على الباص وسرعته وزاويته ولمسة واحدة، لمسة واحدة هي دافع باحترام كامل. وادي التصويبة يا حبيبي يا حبيبي 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 على نام تايهي، نام صحي في الوقت بدل الضائع، نام يطلق صاروخ لا يصد ولا يرد. نعم تحتضن الشباك لتكون أحد أجمل أهداف الموسم، هو سادس أهدافه هذا الموسم. صحي نام في اللحظات الأخيرة في الوقت بدل الضائع ويطلق صاروخ لا يصد ولا يرد بحرفية على أعلى مستوى في الزاوية اليسرى العليا لسعد الشيب، لتكون النتيجة وتصبح 2-1. الله الله الله، إيه العظمة دي. النهاردة عنده 9 أهداف والمسكني 8 التعادل. لا 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 لا، أتحدث عن الأهداف. والدحيل تقدم ولم يخاف، عاد وأي عودة، عاد وأي عودة. التعادل 2-2، لقاء لقاء ولا أي لقاء، متعة ولا أي متعة، إثارة وأي إثارة. عاد الدحيل بالقوة بالإصرار بالعزيمة بالتحدي بصوت عالي، أنا المتصدر وما حد أدي. من الخسارة 2-0 إلى التعادل 2-2. حبيبي يا نور العين في القمة، سجل كل فريق هدفين. إيه الروعة دي، إيه المتعة دي، إيه الجمال، يا جماله يا جماله. بضربة الرأس حطها له، إنه الدحيل يا سادة، إنه الطوفان يا سادة. الطوفان يعود ويسجل هدفين في مرمى الزعيم لتصبح النتيجة 2-2.